اختتمت فعاليات معرض السياحة والسفر بالعاصمة البريطانية لندن، وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة قوية لمملكة البحرين من خلال وفد ترأسته سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمشاركة عدد من شركات السياحة والطيران بالمملكة. ختامه مسك، هكذا لسان حال المشاركة البحرينية في آخر أيام المعرض الدولي للسفر والسياحة والمقام بالعاصمة البريطانية لندن. عشرات اللقاءات الناجحة أجرتها الشركات والهيئات البحرينية المشاركة في جناح المملكة هذا العام، فيما توافد على الجناح البحريني مئات الزوار من رواد المعرض للتعرف على معالم السياحة والثقافة البحرينية. أعتقد أن المؤتمر هذا العام مميز جدا، حيث يتيح الفرص للتعرف على وجهات السياحة، وأعتقد أن البحرين واحدة من أفضل الوجهات السياحية، وبحكم عملي بمجال السياحة أدعو عملائي لزيارة المملكة. سعيدة جدا بوجودي هنا وسعيدة بالتواصل مع وكلاء السفر البحرينيين. لقد اطلعت على المزيد من المعلومات بخصوص السفر إلى المملكة بأقرب وقت. في الوقت نفسه وصلت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة نشاطها الهادف لترويج السياحة البحرينية في السوق الأوروبية والعالم، حيث أجرت عددا من اللقاءات الإعلامية لعدد من القنوات التلفزيونية، واختتمتها بلقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC. هذه ثالث مرة أشارك بهذا المعرض. هذه المرة استمتعت بما قدمه الجناح البحريني من معلومات بخصوص السياحة هناك، وسأسافر الشهر المقبل إلى المملكة. ويعد المعرض الدولي للسفر والسياحة واحدا من أهم المعارض السياحية في العالم، حيث يشارك به أكثر من 160 دولة هذا العام، وشهد تنظيم نحو 75 مؤتمرا وحلقة نقاش شارك به أكثر من 3000 جهة مشاركة هذا العام بين هيئات حكومية وشركات سياحية. بنجاح كبير في الترويج للمنتج السياحي البحريني، يختتم وفد المملكة زيارته هذا العام لمعرض السياحة والسفر الدولي، تاركا وراءه طيب الأثر لرواد المعرض. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.